زي ما حضراتكم شايفين على الهواء مباشرة تحرك لاعبي النادي الأهلي من مقر الإقامة بالتجمع الخامس إلى ملعب المباراة استاد القاهرة لانطلاق مباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود. كل التوفيق للنادي الأهلي في مواجهة المنافس القوي والعنيد فريق حرس الحدود. كل اللعيبة زي ما حضراتكم شايفين في حالة تركيز تام، في حالة هدف واحد وهي الفوز بالثلاث نقاط ولا بديل عن الفوز. محمد هاني، الكابتن سامي قمصان، كل نجوم النادي الأهلي موجودين ومستعدين كويس جدا لمواجهة فريق قوي، عارفين إمكانياته، عارفين قدراته، عارفين يعني أنه فريق مش سهل أبدا ولن يسمح للنادي الأهلي بالمرور مرور الكرام أثناء المباراة وتخطي شباكه وإحراز أهداف. طبعا كابتن أحمد فتحي ومحمود وحيد وكلام ايضا مهم جدا عن احداث المباراه. الاثنين ان شاء الله لو ليهم نصيب وهيكونوا موجودين اعتقد ان هيكون ليهم دور كبير جدا سواء دفاعيا او هجوميا. النادي الاهلي ان شاء الله يستعد اهو، هينطلق حافله النادي الاهلي او اتوبيس النادي الاهلي الى ملعب المباراه علشان المحاضره العشر دقائق اللي دايما مستر فايدر معود عليها لاعبي النادي الاهلي ان هي ما يكونش فيها وقت كتير، وعلشان يستعدوا للتسخين وعلشان يستعدوا لأجواء المباراة وعلشان يعني يقدموا إن شاء الله لجمهور النادي الأهلي لوحة فنية على أعلى مستوى تليق بإمكانيات وقدرات لاعبي النادي الأهلي اللي إن شاء الله يفرحونا بعد انتهاء المباراة بالفوز والحصول على الثلاث نقاط بعد المباراة مهمة جدا. طبعا الطاقم المساعد لمستر ريني فايلر كله بيتوجه وكله بيستعد، كابتن ماهر طبعا زي ما حضراتكم شايفين قدامكم بيتمم على كل الاجراءات. عمليه صعبه جدا جدا، عمليه التنسيق وعمليه الترتيب للقاءات او مباريات الدوري الممتاز او لفريق الكره بالنادي الاهلي. طبعا رمضان صبحي ان شاء الله النهارده يجيب هدف ويتساوى مع حسام حسن وعبد الله السعيد في صداره هدافي الدوري الممتاز، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، طبعا طاقم المساعد للنادي الاهلي كله بيتوجه اهو، كابتن شريف اكرامي مع مستر ريني فايلر، واكيد كلام مهم جدا، محترم جدا عقليه الكابتن شريف اكرامي، محترم عقليه مستر ريني فايلر في التعامل مع كل مهم جدا وخطوه جيده جدا ان يعني تمنع العمل لاي عضو اتحاد كره قدم ما بين الجمع في العمل الاعلامي او عضو اتحاد كره قدم. طب هل الموضوع ده هيكون فقط على مقدمين البرامج ولا على المحللين؟ زي ما حضراتكم عارفين ان معظم لاعبي كره القدم او جزء من لاعبي كره القدم اللي بيكونوا موجودين في عضو او اعضاء مجلس الاداره هم لاعبي كره القدم، وبالتالي ممكن ما يكونش ليهم اي مصدر دخل تاني غير ان هو يبقى موجود مذيع او مقدم برامج وفي نفس الوقت هو محلل في احدى القنوات الفضائيه. طيب ما هتقولي خلاص يعني هو لو حابب يكمل في الاعلام يبتعد عن اتحاد الكره، طيب ما فيش اي مشكله، لكن احنا نتمنى ان شاء الله يعني قرارات كلها ايجابيه. اتحاد الكره بيحاول ان هو يضعها في اللائحه الجديده، لكن الشيء المهم جدا هو ان احنا نقلل الاصوات اللي موجوده في الجمعيه العموميه علشان الجمعيه العموميه تعطي من يستحق التواجد في الاتحاد المصري لكره القدم، وعلشان تكون خطوه مهمه جدا جدا. اعتقد ان 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 خبر زي ده او لائحه زي دي موجوده تمنع الجمع ما بين العمل الاعلامي وعضويه الاتحاد، وايضا ان احنا نقلل عدد اعضاء الجمعيه العموميه في الاتحاد المصري لكره القدم، اعتقد ان هو شيء مهم جدا، وهيكون اهم ان هو الاشخاص اللي يكونوا موجودين على مقاعد العضويه اعتقد ان هم يعني ان شاء الله يكونوا جادرين بالتواجد في هذه المنصه وهذا الكرسي المهم جدا اللي ان شاء الله يكون سبب في تطوير الكره المصريه. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقه اللي بعديها ان شاء الله الساعه 6 هيبدا ملعب الاهلي مع الكابتن اسلام الشاطر وضيوفه الكرام. نشوفكم ان شاء الله بكره على الف مليون خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.